إجراءات أمنية جديدة أقدمت عليها السلطات في حضرموت تمثلت في إعلان الجيش وقيادة التحالف العربي في المحافظة لمهلة تمتد لأسبوعين للعناصر المتورطة فيما أسمتها بالتنظيمات الإرهابية وتسليم أنفسهم مقابل عدم ملاحقتهم وإصدار عفو عام بحقهم. ونحن بإنذارنا اللي طرحناه أمس واضح المعالم إنه والله أي واحد متعاون مع القاعدة يسلم نصه، يقول إيش درجة المعاونة حقه، بدل ما نجيله بس عندنا أولويات، واللي في القاعدة واللي اشترك قريب واللي اشترك بعيد يجوا يسلموا أنفسهم الآن إذا يحبوا الحياة، وإذا يشتوا الفردوس سابع نحن بنساعدهم. ويأتي هذا الإجراء بعد أن نجحت خطوة مماثلة في وقت سابق في قيام العشرات من عناصر القاعدة بتسليم أنفسهم للسلطات بعد تدخل وساطات محلية قادها عقال حارات وشخصيات اجتماعية وأهالي المطلوبين. مهلة العفو المزمنة تأتي في وقت كان الجيش والأجهزة الأمنية في المحافظة قد تمكنت من إحباط عدد من الهجمات التي كان يتم الإعداد لها، حيث كشفت السلطات مؤخرا عن تفكيك واعتقال ما أسمتها بالخلية الإرهابية والقبض على انتحاري كان يخطط لاستهداف تجمع للمتقاعدين عسكريا وقت استلامهم لرواتبهم التقاعدية. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.